خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه أهم منجزات 2023، أكد وزير الزراعة خالد لحنيفات أن الوزارة لا تمنح رخص تصدير الخضار والفاكهة ولا تملك منح رخص التصدير قانونيا، وإنما تمنح رخص استيراد لحماية المنتج المحلي. وقف التصدير حقيقة عم نحكي إحنا عن دولة لا تستورد ولا تصدر، ولا ليس لدينا رخص تصدير، نحن لدينا رخص استيراد حماية للمنتج المحلي، ليس لدينا رخص تصدير، فبالتالي أنا لا أملك هذا الحق قانونيا. تحديث المخاطر، هذا قضية، هي قضية مهمة جدا. إحنا يعني حقيقة لا تمنح رخص، لا نمنح رخص تصدير، لا نملك المنح رخص تصدير قانونيا، وفي حال إنه إحنا منعنا قد ترفع قضايا علينا وعلى الحكومة. اللي بنحكي فيه، هل تستطيع الوزارة أن تمنع؟ لا تستطيع سيدي، هذا غير مرتبط، هذا غير مرتبط بعمل حكومي، هذا قطاع خاص. نحن ليس لدينا رخص تصدير، لدينا رخص استيراد، الموافقات استيراد من عندنا. هذا وذكر لحنيفات أن الوزارة وقعت خلال العام الماضي 15 اتفاقية لإنشاء 15 مصنعا زراعيا في المدن الصناعية والمناطق التنموية، كما أشار إلى تمويل قرابة 10,000 مشروع من خلال مؤسسات الإقراض الزراعي بكلفة بلغت أزيد من 52 مليون دينار، أدت إلى خلق 6,822 فرصة عمل في قطاع الزراعة. حاولنا عبر الإقراض الزراعي نوجهه لمتطلباتنا ومستهدفاتنا، ولذلك احنا بنحكي في المحفظة الإقراضية للإقراض الزراعي ارتفعت من 70 مليون 21 إلى 115 مليون دينار، وهذا رقم غير مسبوق أعتقد. الحمد لله احنا بنحكي عن خلال عامين تقريبا 160 مليون دينار تم إقراضهم للمزارعين. حاولنا نركز على القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا، توفير المياه بالتكنولوجيا الحديثة، سواء هيدروبونيك أو أكوبونيك، التصنيع الغذائي المكنني، الانتاج الحيواني ومحاصيل العجز، المحاصيل اللي بنستورد من الخارج نخفف من استيرادها، وهذا يعني داعم للاقتصاد. التصنيع الغذائي حكينا فيه، التنمية الريفية وتمكين المرأة، وهذا جانب مهم جدا. احنا بنحكي عن التنمية الريفية وتمكين المرأة بثلاث مسارات، مسار مرتبط بالتدريب والتأهيل والتمكين، وحوالي 10,000 متدرب ومدربي تم تدريبهم في مختلف محافظات المملكة تدريب مدفوع الأجر، إضافة إلى مسار مرتبط بالتمويل حوالي 30 مليون دينار قراض بدون فائدة للمرأة الريفية وتمكين المرأة، وأيضا لمشاريع زراعية للشباب. إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك إخلاص. شكرا حمدان.